من يوم ما عرفت نفسي ومن يوم ما عرفت إن هناك في تخصص كان ميولي كله إن أتخصص في علم النفس. فالوالد طبعاً لا يمكن يرضى إني أنا أروح لأمريكا وأكمل دراستي، رغم إن حياتي كلها كنت عايشة برا، لأن الوالد كان في السلك الدبلوماسي. جينا وعشنا في جدة، كنت طفشانة ماني بعرف وش أسوي في حياتي، فقررت إني أنزل وأشتري أكبر أضخم كاميرا هناك موجودة. فاشتريت الكاميرا، ماني بعرفة وش أسوي فيها. فجاء عرس بنت عمي، قررت إني أصوره. بنت عمي كانت جداً مبسوطة، وبديت أصور العرس كله، فالكل مبسوط إن الصور حتطلع جيدة، أكيد الكاميرا كبيرة. فلما جاء التحميض، بعت الأفلام للتحميض، رجع لي الأفلام، لقيت إني ولا صورة طلعت. فواجهت إني ما كنت أعرف إني أحط الفيلم في الكاميرا. يا ربي وش أسوي؟ كان الأمر قدام حاجتين، إني أستمر في التصوير وأبلع الفشيلة، أوكي، أو أوقف التصوير وأرمي الكاميرا الضخمة اللي توني اشتريتها. فقررت إني أستمر في التصوير. فأهم حاجة إني الفشيلة أو إني نسمح لنفسنا إني ما ننجح هي تكون بداية النجاح. تعلمت الآن إني كل مرة أحط الفيلم في الكاميرا أعرف أحطه مظبوط. فهذا كان بالنسبة لي إنه مهم جدا. فكانت بالنسبة لي العيشة في السبعينات، في جدة جدا مملة، وكان عندي وقت جدا كبير وجدا فارغ. فكنت أصور في الجنينة زهور، أي شيء ممكن أصوره، ولا كان عندي مدرس ولا مدرسة ولا أحد حتى يقول لي إن كيف ممكن قواعد التصوير الأساسية. علمت نفسي، كان المشوار جدا طويل، وكان هناك في نوع من الاستمرارية. بس في بالي وراء هنا كان شعوري وأحاسيسي إني أنا ودي أكون محللة نفسية. طول عمري وأملي إني أكون محللة نفسية. فجاء الزوج ابن عمي وأعطاني الفرصة أني أسافر معه، هو يكمل الدكتوراه حقه وأنا أبدأ أدرس هناك في أمريكا. فبالفعل درست البكالوريوس حقي كان في علم النفس وخلصته. رجعت للسعودية، لقيت أني بالبكالوريوس البي اي شهادة ما تكفي أني أسوي فيها أي شيء في علم النفس. المهم اضطريت أني أرجع ثاني للتصوير وأفتح استوديو وأبدأ أصور. أحب أني أصور الناس، وأحب أني أصور أفلام أو صور توثيقية. كان عندي الفرصة أني أحتك بناس يتقنون التصوير بطريقة جيدة، فبديت أني أصور بكمية هائلة. 1990 جت حركة السواقة، وقررت أني أكون جزء من مجموعة النساء اللي يعبروا عن احتياجاتهم الاجتماعية. وبالفعل قمت وسكت، وكانت هي يمكن من أهم وأقوى حاجات كونتني فكرياً وثقافياً، تعلمت منها حاجات جداً كثيرة. فبعد سنين طويلة أخيراً أخذت الشهادة تحليل النفس في علم النفس، وبديت أشتغل في المجال هذا، وهو اللي أقضي أكثر ساعاتي فيه. وفي نفس الوقت ماسكت التصوير. الآن عندي مشروع جدا كبير، هو تصوير الصخور اللي كان من زمان قبل الميلاد. كانوا يرسموا في الصخور البدو على أساس أن يبدأوا يخاطبون بعض بالنسبة لكمية الحيوانات اللي كانت موجودة في الصحراء، وأيضا حياتهم اليومية أو حياتهم هم بيصطادوا الحيوانات. فطلعت في الصحراء لمدة سنتين أصور النساء، وكان تركيزي دور النساء في هذاك الوقت، يغطي من 3000 سنة إلى 10 سنين قبل الميلاد.
كانت بالنسبة لي السنتين هذه من أحسن وأحلى أيام حياتي، لأني أحب أن أقضي ساعات طويلة وأيام طويلة في الصحراء، وهذا الكتاب هذا بالفعل أعطى لي الفرصة. الآن ما أعرف هل هو حبي للصحراء ولا حبي للنقوش اللي خلاني أطلع برا وأطلع كتاب، الاثنين مندمجين، أو حبي للصحراء وأيضا أرض اللي أنا عايشة فيها وبلدي اللي خلتني أوثق حاجات كثيرة في بلدي. الدافع أن يكون هناك في إنتاجية بالوقت الثمين، لأن الوقت بالنسبة لي ثمين جدا، واللي يضيع لا يمكن يرجع. فكان عندي وقت مهول جدا، حتى لما تجوزت وخلفت وهذا كله لا يزال عندي وقت. فقررت أن الوقت هذا لازم يضيع بطريقة إيجابية. لما سبت أعطاني الدافع والقوة أني أبدأ أني أتكلم مش عن نفسي، أتكلم عن غيري. أنا إنسانة طبعاً عندي قدرة، ليكون عندي سيارة سواق، عندي قدرة أني أطلع برا وأسافر، وعندي قدرة أني أيضاً أني أشتغل. بس أيضاً هالقدرات اللي عندي لازم يكون الواحد يكون عنده وعي أني الآخر ما عنده. كثير نساء ما عندهم القدرات أو الاحتكاك اللي أنا عندي، فبالتالي أني حسيت بمسؤولية اجتماعية أني أتكلم بصوتهم. فلما طلعت السوق أني ودي أتكلم بصوتهم وأعبر عن نفسي واحتياجاتي الاجتماعية، أني يكون عندي اختيار للعمل واختيار أني أطلع برا وأسوق، أو اختيار أيضا حقي كمواطنة وأكون مسؤولة عن نفسي، ما يكون في أحد مسؤول عني. هذا كان مهم جدا. فاستمريت اني اسوق السياره بكل 1990، وايضا ب 2013 مع منال الشريف رغم اني كنا ما نعرفها، وايضا في الاوقات اللي بعد كده. طبعا لكل فتره من الفترات كان الثمن جدا كبير. 1990 لما سقت أفلامي كلها انحرقت، عبارة عن نقاب. بس جيت الحاجة النقاب كان شيء جم القدرة لتعبير النفس. و 2013 أيضا كنت بشتغل في القصيم وين رفضت، طلعوني من العمل. كنت بشتغل هناك كونسلتنت. الحركة نفسها أني أعبر عن نفسي هذه كانت مهمة جدا، وكان في نوع من الاستمرارية. القضية أني المرأة لما تتكلم بصوتها أو تعبر بصوت الآخرين هي ما هي حاجة مرة واحدة في 1990، هي لازم تكون مستمرة طول حياتنا. فهذه هي الاستمرارية اللي أشوفها دائما في حياتي، يكون عندي طموح بس ما أدفن الطموح، حتى لو كان هناك ما في تشجيع، حتى لو كان هناك عقاب قوي جدا. اوكي، الاستمرارية مع الطموح مهمة جدا، والسماح للذات في الفشل، لأن لا يمكن الواحد ينجح من أول ضربة، لا يمكن. اوكي، فبالتالي لما النجاح يجي يكون قاعدة حقته قوية، لما الواحد يفشل عدة مرات. والاستمرارية وقوة الاستمرارية مع الفشل هو اللي يطلع النجاح. النجاح ما يطلع من البير، أو ما يطلع من فراغ. لازم هناك يكون في هدف، يكون في فكر، في طموح لشيء واضح، ويسمح لنفسه بالاستمرارية في الفشل. يبغى لها قوة، بس القوة هذه ما هي غريبة، ممكن أي واحد ممكن يملكها. مش شرط اني البارعين او الاذكياء اللي يملكوها، اي شخص ممكن يملكها. المراه بصفه عامه مغيبه، بصفه خاصه مو متواجده، متعلمه، تشتغل، جزء من جزء كبير من الاسره. فبالتالي لازم ايضا تكون متواجده في الفن، نعرف حياتها اليوميه، نعرف معاناتها، نعرف مستقبلها، نعرف طموحاتها. فهي متواجدة. قد ما القيم والتقاليد والعادات ما تسمح لنا، بس احنا متواجدين. النساء الآن المتعلمين متواجدين،
النساء الأمهات متواجدين، الخوات متواجدين، تلاقيهم متواجدين في كل مكان. فإن صوتنا يطلع ونقول إحنا هنا، هذه بحد ذاتها صرخة قوية جدا. فدائما أحب إني أعمالي تركز على وضع المرأة قبل الميلاد، في حياتهم البدوية، في حياتهم اليومية العصرية. دائما بدي أشوف وضع المرأة المنقبة، الغير منقبة، وصلت مراكز جدا عالية، اللي المرأة العادية اللي بتمارس حياتها اليومية. فالتوثيق هذا بالنسبة لي جدا مهم، نوثق حياتنا، لأني مين حيوثق حياتنا إلا الفن. لغة قوية جدا، والفن قدرة الفنان إن يغير في المجتمع من جذوره، وهذا أحس إن قوته. بلدان العربية ما عندنا إحنا تاريخ قوي جدا، خصوصا في الخليج ما عندنا تاريخ قوي جدا في الفن، رغم هذا كله جيل جديد جاء وبدأ يعبر عن نفسه من خلال الفن. وهنا حيصير اللغة تغيير القيم الغير فاعلة أو القيم العربية اللي مسكانة على ورق. فإي نعم، لغة وحسها لغة قوية جدا، ولغة التغيير الاجتماعي. لأني لما تشوفي لوحة قوية جدا أو تعبير قوي جدا، يخليك تستوقفي وتفكري مش وراء الفكر اللي أنتج اللوحة هذه. الاستوقاف والتفكير بحد ذاته يغير تفكير الشخص، أو نأمل أن يغير تفكير الشخص. الفن لي عبارة عن تعبير للذات. لما أعبر عن ذاتي فأنا بعبر عن ثقافتي المحلية وثقافتي العولمة، جزء من العالم. فهي اللي بتدفني أني أكون أحسن أنا في مجتمعي. لأني الفن مو بفردي، الفن عبارة عن تعبير الذات في وسط المجتمع اللي أنا فيه. فأحس أني الفن هو اللي حيطور القيم العربية، الفن هو اللي حيطور الثقافة اللي إحنا فيها، وحيرفعنا من مكان إلى مكان. لأن قيمنا العربية الآن كثير منها غير نافعة، غير مطبقة، غير قادرين نطبقها. هو الفن اللي حيرفعها وحينتقلها من مكان إلى مكان. أنا كثير مبسوطة من الجيل الجديد، لأني أعتقد أن بالكمية الكبيرة اللي جايين هم فيهم، ولمسهم للفن هم اللي حيرفعونا من مكان إلى مكان من خلال صوتهم في المجال الفني. الأجيال جديدة أحس أن كلهم يبغوا يكونوا لامعين. أوكي، الفكرة حلوة، بس لازم هناك يكون في هدف. لامعين على الفاضي وما نعرف وش هدفنا صعبة جدا، بس هناك لازم يكون في هدف، لازم يكون في استمرارية. واسمحوا لنفسكم الفشل، الفشل جزء من النجاح، والاستمرارية والطموح. مهما طحتوا قوموا نظفوا الغبار من الركب وعلى طول امشوا على قدام، لأن بدون فشل ما في نجاح، بدون هدف ما في نجاح. فالهدف أيضا مهم جدا، أني ودنا نكون لامعين بدون هدف، بدون فشل، بدون استمرارية. أتساءل على النجاح هذا، النجاح اللي لي جذور قوية جدا يبغاله سنين طويلة جدا بعمل واستمرارية، ما يجي بيوم وليلة. الشيء اللي يجي بيوم وليلة يطيح بيوم وليلة. أحس أن التغيير جاي. وأحلى حاجة في الموضوع التغيير للمرأة العربية جاي مش من خلال شخص واحد، جاي بكمية الأرقام اللي موجودة متعلمين. والتغيير جاي، أنا أحس أن المرأة العربية جاية للبلدان العربية والخليجية كسونامي. التغيير جاي، راضيين مش راضيين فهو جاي. أوكي، فإذا كان المجتمع قابل فهو جاي، غير قابل فهو جاي. فأنا أحس أن المرأة العربية التغيير جاي، سواء إحنا راضيين ولا مش راضيين. هو الرك على القيم العربية أني تتآلف على التغيير هذا، وتسمح لهم وتعطيهم المكانة للتغيير الإيجابي اللي حيجي. هل
المرأة العربية بالجيل اللي جاي قادر بدون أي سؤال؟ أكيد قادر، قادر بقوة قوية جداً. إن أحس إن الجيل الجديد ما بيفكر إن هذا مسموح ولا غير مسموح، قاعد بس يسوي. هذه بحد ذاتها بقوة وقدرة، إني أنا عندي القدرة وأنا بس هسوي، ما هسأل إني مسموح ولا غير مسموح أو عيب أو غيره، بيسوي. فعشان كده إني أحس إن هو صنامي ما بيسأل بيسوي، فأكيد قادر. ما حد يجي بالدافع هذا إلا في قدرة كبيرة جدا، فكرية، مهنية، من كل النواحي. Together as a group قادرين إني بالفعل بالتغيير، وكلنا كمجموعة مع بعض.